كشف التقرير السنوي لشركه سيريوم عن تقدم الخطوط الجويه السعوديه للمرتبه التاسعه عالميا وذلك في معدل الانضباط في مواعيد الرحلات خلال 2023. واشار التقرير الى ان معدل وصول الرحلات للخطوط السعوديه تجاوز 83% كما بلغت نسبه الرحلات التي يتم تتبعها اكثر من 97% في حين تجاوزت عدد الرحلات 100 واربعه وسبعين الف رحله